نعمل كشف ظاهري بحيث ان احنا نستبين هل في بعض الامراض الظاهريه اللي ممكن نستبعد الذبائح بناء عليها، زي الصفره وزي ارتفاعات درجات الحراره نتيجه التهابات واضحه وصريحه على الجسم او الشكل العام للذبيحه. اذا تم الاستبعاد ان ما عنديش اي ما يمنع من دخول الذبيحه للمجزر، بيبدأ دورنا بعد كده داخل العنابر، وده بيبقى ده الفحص الكلينيكي لكل اللي احنا بنسميها بقى الغدد الليمفاوية، لو احنا عندنا اي مشاكل خاصة باي جزء من اجزاء الذبيحة. اول ما الحمام بيدخل بنسجل بره القسيمة باسم صاحب الذبيحة، وبعدين بيدخل السلاخ بيشتغل فيه، بعد كده يترفع، مع كده الدكتور ندخل بقى نكشف عليه، نشوف مثلا درنات، نشوف الاعضاء اللي جوه، الكليتين، الكبد، القلب، بس. وبعد كده يتربع وبيطلع. عملنا صالات لاستقبال المواطنين، تسهيلات كتيره جدا، ان احنا ما خدناش منهم رسوم، وان بفضل الله هيجدوا لحم سليم ما يصيبش البني ادمين باي امراض.